أصدقائي أطباء المستقبل، أهلا وسهلا فيكم بالفيديو الأخير من فيديوهات الفصل الثالث تبع الجهاز العضلي. فخلينا نبلش مباشرة بالسؤال الأول، واللي هو حيكون بخصوص عضلات الطرف السفلي. السؤال الأول: الإجابة الصحيحة بخصوص العضلة رباعية الرؤوس الفخذية. أولا، تنشأ بثلاث رؤوس من الحوض ترتكز على الخط النعلي للضنبوب، تبسط الساق على الفخذ، هي ترايسبس بريكياي. طيب، أي إجابة هي الصحيحة هون؟ هي سي. طيب هلا نبلش فيهم واحدة واحدة. أول شيء، تنشأ بثلاث رؤوس من الحوض. أول شيء هي رباعية الرؤوس الفخذية، يعني بطبيعة الحال أكيد مو ثلاث رؤوس. ترتكز على الخط النعلي للضنبوب، ونحن بنعرف إنه هي بترتكز على هي العضلة ليك اللي هون شايفينها، بينزل الوتر تبعها باتجاه عظم الرطفة، وبعدين بيمتد هيك باتجاه الأحدوبة الضنبوب. تمام؟ طيب، تبسط الساق على الفخذ. طبعا هذا الجواب الوحيد الصح، تمام، انه بتعمل حركة بسط للساق. وما ننسى ما ننسى ما ننسى انه الساق حركة البسط تبعها بتكون للأمام، على عكس الباقي الأطراف، يعني إن كان الطرف العلوي أو إن كان الطرف السفلي، باقي الأقسام منه بتكون حركة البسط باتجاه الخلف، وحركة القبض هي اللي باتجاه الأمام، بس حركة الساق على مستوى مفصل الركبة بتكون عكس هدول. طيب، فإذا حركة بسط الساق على الفخذ بتساويها العضلة رباعية الرؤوس الفخذية، واسمها طبعا اكيد مو التراس ترايسبس بريكياي. ترايسبس بريكياي شو هي؟ هي عبارة عن تراي، هلا انتم بتعرفوا انه في عنا احنا بايسبس، ترايسبس، كوادرايسبس. فالبايسبس طبعا هي باي يعني اثنين، فهي ذات الرأسين، ولما بنقول بريكياي يعني صارت ذات الرأسين العضدية. ترايسبس بريكياي كمان مثلث الرؤوس العضدية، بينما هون فهي كوادرايسبس يعني رباعية الرؤوس، وإذا بدنا نقول الفخذية فبنقول فيموريس. طيب، السؤال اللي بعده: عضلة مسؤولة عن قبض الفخذ وقبض الساق. وأنا وقتها بالفيديوهات قلت لكم إنه كل عضلة شلون ممكن إنه نحن نميز طريقة معينة أو بطريقة خاصة يعني نحفظ عمل كل عضلة. فهلأ بذكركم بهالعضلة اللي كانت تساوي هيك. بس أول شيء خلينا نشوف الخيارات: هي الخياطية، النحيلة، المقربة الكبيرة، أو المقربة الطويلة. أي واحدة بين هدول هي مسؤولة عن اثنين: قبض الفخذ وقبض الساق. بس هون دائما نتذكر انه قبض الفخذ يعني حركة الفخذ باتجاه الامام، وقبض الساق يعني حركة الساق باتجاه الخلف، فهن اتجاهين مختلفين بس اثنيناتهم بسميهم قبض. مين العضلة اللي كانت بتساوي هدول الشغلتين وبتساوي مع منهم شغلتين تانيات؟ كانت هي العضلة الخياطية. تذكروا وقتها نحن حتى نسهل علينا، بدل ما يكون عبارة عن حفظ بصم، نتخيل صورة معينة عن عمل كل عضلة. فكانت الصورة يلي تبع العضلة الخياطية هي بهالشكل هذا، نفسها حطيناها بالسلايدات. شو عامل هذا هون برجله؟ أول شيء عامل قبض طبعا للفخذ، يعني الفخذ بيقربوا منه لحتى يحط رجله على الرجل. والساق شو بيعمل فيها؟ كمان الساق بيعمل لها قبض، صح؟ الحركة اللي نسويها هي حركة قبض للفخذ وقبض للساق. فهدول الحركتين اللي كانت بتساويهم العضلة الخياطية، هي العضلة الخياطية اللي انتم شايفينها هون بهالطرف هاد وبهالطرف هاد، هي هي العضلة الخياطية. طيب، طبعا بالإضافة لوظيفتين تانيات بتساويهم العضلة الخياطية، خلينا نتذكرهم كمان. بالإضافة لقبض الفخذ بتعملنا دوران وحشي للفخذ، وهذا كمان فينا نتخيل انه عم بيصير بهالصورة هيك، صح ولا لا؟ لأن الواحد بيعمل هالحركة هي فبيكون عم يعمل دوران وحشي للفخذ، بالإضافة لدوران أنسي للساق، وهذا كمان نحن شايفينه هون، هي الرجل هيك دايرة باتجاه الأنسي، فهذا دوران أنسي للساق. إذا فصارت العضلة شو بتساوي؟ بتعمل قبض للفخذ، دوران وحشي للفخذ، وقبض للساق، ودوران انسي للساق، هدول كلياتهم عم نشوفهم بهالحركة هي. فهي دائما ربطوا العضلة الخياطية بهالشخص هذا اللي خلينا نعتبره مثل خياط، ماشي؟ خياط بس يعني شكله مرتب، وهو لازم يكون مرتب، صح؟ طيب، كل ما يلي صحيح عن العضلة الخياطية ما عدا: تنشأ من الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية، تسهم في تدوير الفخذ نحو الانسي، تسهم في تدوير الساق نحو الانسي، وترتكز على الناحية الانسية العلوية للضنبوب. طيب، اي جملة هي الصحيحة بالنسبة للعضلة الخياطية؟ هلا كنا عم نحكي عنها، او اي جملة هي الخاطئة عفوا؟ هي رقم بي،
طيب تنشأ من الشوكة الحقوقية الأمامية العلوية، صح اللي كان شايفينها من هون، تسهم في تدوير الفخذ نحو الإنسان. هلا اللي كنا عم نحكيها هي شو بتعمل؟ هي بتدور الفخذ نحو الوحشي والساق نحو الإنسي، تمام؟ طيب ترتكز على الناحية الإنسية العلوية للضنبوب. يعني أحيانا حتى لو أنتم طبعا ما حتكونوا ممكن تعرفوا كل الخيارات، بس ببين الخيار الخطأ معكم فدغري بتعرفوا أنه هذا الجواب. خلينا نجي هلا للسؤال اللي بعده، من العضلات المقربة ما عدا المقربة الكبيرة، المقربة الطويلة، تنشأ من الحرقفة، حواف الحق، المقربة القصيرة. طيب العضلات المقربة طبعا هي مجموعة العضلات اللي كانت موجودة بالناحية الإنسية للفخذ، ومنتذكر نحن انه كان في عنا العضلات الثلاثة المذكورين هون، كبيرة وطويلة وقصيرة، صح؟ فالخيار سي سواء انتم بتعرفوا من وين بتنشأ ولا ما بتعرفوا من وين بتنشأ، خلص صار مبين هو الخيار الخطأ اذا كان فعلا السؤال هيك جاي بالامتحان يعني. والنقطة الثانية كمان بدي اسألكم عليها، لما اخذنا نحن العضلات المقربة او عضلات المجموعة الانسية للفخذ، كان في عنا هالثلاث مقربات هدول، وكان في معهم عضلة رابعة كمان موجودة، شو كانت هي؟ هي العضلة الناحلة أو الرشيقة أو الجريسيلس، تمام؟ فخلوها ببالكم هي إنه نحن في عنا المجموعة المقربة فيها الثلاث مقربات هدول بالإضافة للعضلة الناحلة أو الرشيقة. طيب فإذا الجواب هون شو هو؟ سي. السؤال اللي بعده، ليست من العضلات الأمامية للساق، وهون الأسماء بالإنجليزي فيعني السؤال بيزداد شوي صعوبة بس ما كتير صعب، هلأ بتشوفوا ليش. الخيار الأول anterior tibialis gracilis extensor digitorum longus أو extensor hallucis أو hallucis longus. طيب أي واحدة هي ليست من العضلات الأمامية للساق؟ هي إذا مركزين معي هلأ عرفتوا شو الجواب لأنه already مرق معنا بالله، هو B. طيب ليش؟ هلا اول شيء بي هي عباره عن العضله الناحله او الرشيقه اللي هلا كنت عم لكم عليها، موجوده مع العضلات المقربه بالقسم الانسي من الفخذ، فجراسيلس هي الناحله او الرشيقه، لهيك هي ما من العضلات الاماميه للساق، خلصنا منها. بنجي للخيارات الموجودين عندنا، anterior tibialis. طيب هي عضله بس يعني عمليا ما في شيء جديد باسمها، بنعرف الانتيريور امامي، وبنعرف انه تيبيا هو الضنبوب، فتيبياليس باللاتين يعني بتصير صفة فبتصير ضنبوبي، تمام، أو ضنبوبية، فالعضلة الضنبوبية الأمامية، تمام، وهي هي العضلة اللي موجودة هون، فهي العضلة من عضلات المجموعة الأمامية للساق. طيب يعني كل من اسمها ضنبوبية وأمامية ومدتكم. هلأ العضلة الخيار السي هو extensor digitorum longus. شو يعني؟ هلأ extensor بنعرف نحن extension، تمام، وعكسه flexion، يعني extension يعني بسط، فباسطة وديجيتوريوم الأصابع، لونجس الطويلة، باسطة الأصابع الطويلة، باسطة الأصابع الطويلة كمان هي العضلة النازلة وأوتارة ليكون جايين كلياتهم بالأمام، فهي من المجموعة الأمامية، ودائما إذا بدها تكون بالطرف السفلي هون عندي أنا عضلة باسطة للأصابع فبدها تكون بالقسم الأمامي من الساق حتى تقدر أوتارة تنزل وتعمل لي بسط للأصابع، من حيث يعني منطقيا إذا الأوتار بدها تنزل وتشد فحتعمل بسط، فلهيك هي موجودة بالأمام. وفي عندي طبعا extensor hallucis longus يعني باسطة الإبهام الطويلة، هي لك كمان العضلة اللي موجودة هون بينزل وترها هيك باتجاه الإبهام، ولما بتتقلص العضلة بتسحب الإبهام فبصير في عندي حركة بسط بالإبهام. فإذا لهيك كان عندنا الخيار بي هو الخيار الغلط. طيب السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الخاطئة المتعلقة بعضلات الحوض والعجان. العضلة الكمثرية هي من عضلات أرضية الحوض، لا تشكل العضلة السدادية الخارجية جزء من عضلات أرضية الحوض، يتشكل الحجاب الحوضي من العضلتين رافعة الشرج والكمثرية، تشكل المصرة الإحليلية جزء من عضلات العجان. هلأ هون كل كلمة مهمة، فعمليا خدوا وقتكم ووقفوا الفيديو إذا بدكم تفكروا بالسؤال. إذا هون الإجابة الخاطئة شو هي؟ هي سي. طيب قبل ما نناقش الإجابات خلينا نستذكر على السريع إنه كان عندي أنا شيء اسمه عضلات أرضية الحوض وعضلات العجان. عضلات أرضية الحوض
اللي كانوا موجودين هون اللي بنتذكرهم كلهم موجودين بهالصورة هي عم يشكلوا من اسمهم أرضية للحوض لحتى تتوضع الأحشاء داخل الحوض. شو هن هالعضلات هدول؟ في عنا العضلة الكمثرية والعضلة السدادية الداخلية، هون انتبهوا كتير، العضلة السدادية الداخلية أو الباطنة بالإضافة للحجاب الحوضي يلي بتشكل كمان من عضلتين اللي هن، هاي الحجاب الحوضي هون بتشكل من عضلتين اللي هن رافعة الشرج والعصعصية. تمام؟ إذا فعضلات أرضية الحوض هي عبارة عن الكمثرية السدادية الداخلية والحجاب الحوضي، والحجاب الحوضي نفسه بيتكون من رافعة الشرج والعصعصية. تمام؟ طيب هدول بدنا نحفظهم 100%. هلا عضلات العجان هدول بقى بنشوفهم من الخارج، يعني هون عم نطلع نحن من الداخل، هون بقى بدنا نطلع من الخارج لحتى نشوف عضلات العجان، واللي بيتذكر انه كانوا على طبقتين. فعضلات العجان في عنا عضلات المسارة الإحليلية، هي العضلة الموجودة حول الإحليل، وفي عنا عضلة بنسميها ضاغطة الإحليل موجودة فقط عند الإناث، هي اللي كانت هون. وفي عندنا العضلتين المستعرضتين العجانيتين، سطحية وعميقة، يعني مثلا هي المستعرضة العجانية العميقة، وبالطبقة السطحية هون بيكون في عضلة مستعرضة عجانية سطحية، هدول عضلات العجان. طيب إذا مسرة إحليلية، خلينا دائما نتذكر الصورة، المسرة الإحليلية ضاغطة الإحليل والمستعرضة العجانية السطحية والعميقة. تمام؟ هلأ بنرجع بقى للسؤال، العضلة الكمثرية هي من عضلات أرضية الحوض، صح 100%، يعني شو ممكن يكون في غلط؟ إنه الكمثرية صح وأرضية الحوض كمان صح. لا تشكل العضلة السدادية الخارجية جزء من عضلات أرضية الحوض. هون بقى هي الجملة بتخدع شوي، ليش؟ لأنه نحن بنعرف إنه أرضية الحوض يعني سدادية داخلية. تمام؟ طيب وهي الجملة عمليا معنى غلط صح؟ إنه عم يقول لكم لا تشكل أساسا العضلة السدادية الخارجية جزء من عضلات أرضية الحوض، صح. وتشكل العضلة السدادية الداخلية جزء من أرضية الحوض، صح. يعني عرفتوا هون لعبة الكلمات بس. بيضل عندي خيار سي، يتشكل الحجاب الحوضي من العضلتين رافعة الشرج والكمثرية. طيب شو قلنا نحن هون؟ إن أرضية الحوض، أو عفوا الحجاب الحوضي من رافعة الشرج والعصعصية. تمام؟ رافعة الشرج والعصعصية وليس الكمثرية. تمام؟ طيب وتشكل المسرة الإحليلية جزء من عضلات العجان كمان صح بطبيعة الحال. طيب فهذا السؤال يعتبر كمان من الأسئلة يلي يعني هي اللي بتفرق بقى العلامات فوق التسعينات، يعني بتجي من جواب صح على هيك سؤال. طيب هلا، ليست من عضلات أخمص القدم، قابضة الأصابع القصيرة، باسطة الأصابع الطويلة، العضلات الخراطينية، مبعدة إبهام القدم. اي واحدة هي ليست من عضلات اخمص القدم؟ هلا يمكن هون يشوف واحد السؤال يقول عضلات اخمص القدم انا اصلا مالي حافظه ومالي دارسه وما حجاوب عليه، بس كمان شوية محاكمة احيانا ممكن الواحد يلقط الجواب حتى لو ما هو متذكر بالضبط عضلات اخمص القدم والطبقات وكل طبقة شو بيكون فيها عضلات والى اخره. طب شو الجواب معناته هون؟ هو جواب بي، اللي ليس من عضلات اخمص القدم هي باسطة الاصابع الطويلة. انتبهوا لشغلة، يعني مرقت معنا ان كان بالساعد او ان كان بالساق انه بيمرق معنا كلمة باسطة الاصابع الطويلة، قابضة الاصابع الطويلة الى اخره. غالبا انه هالكلمة هي معناتها انه شيء موجود مو بنهاية الطرف، يعني مثلا مو باليد او مو باخمص القدم، وانما موجود لقبل بالساعد او بالهي، لانه عم نقول نحن كلمه الطويله هون اكثر شيء، باسطه الاصابع الطويله، قابضه الاصابع الطويله، هي ما حتكون موجوده باخمص القدم يعني. تمام؟ فهي حتى لو الواحد ما نحافظ العضلات تبعت اخمص القدم ممكن كان يجاوب على السؤال، فما بدنا توتر، ما بدنا واحد يقول انه شغله ماني دارسها، اقرا على السريع وبجوز تلاقي انت طريقه او هيك كلمه توحي لك بالاجابه. كل ما يلي صحيح حول وظائف العضلات ما عدا، وظائف العضلات، المجموعة الأمامية للفخذ قابضة لمفصل الركبة، المجموعة الأمامية للساق باسطة للقدم والأصابع، المجموعة الخلفية للساق قابضة للقدم، المجموعة الخلفية للفخذ قابضة لمفصل الركبة. طيب الجواب سهل بس هيك يعني شوية تفكير، لأنه هيك كلمات كتير بس بالأخير المعنى واضح وسهل. فالجواب هو الخاطئ بين هدول، هو ايه. طيب ليش؟ هلا اول شيء نحن عندنا المجموعه الاماميه للفخذ قابضه لمفصل الركبه. شو بتعمل المجموعه الاماميه للفخذ؟ لوين بتحرك الساق؟ بتحرك الساق باتجاه الامام. حركه الساق باتجاه الامام شو قلنا؟ قلنا حركه الساق باتجاه الامام هي حركه بسط على عكس
كل شيء تاني. ف معناتها المجموعة الأمامية للفخذ هي باسطة لمفصل الركبة، تمام؟ طيب خيار بي وسي ودي كمان هن صح، إنه المجموعة الأمامية للساق باسطة للقدم والأصابع، والمجموعة الخلفية للساق قابضة للقدم لأنه بتحرك القدم، هي حركة قبض، والمجموعة الخلفية للفخذ قابضة لمفصل الركبة لأنه بتحرك الساق باتجاه الخلف، فهي حركة قبض. السؤال التاسع، ليست من عضلات الذراع العضدية الغرابية العضدية ذات الرأسين العضدية والقترائية. هذا السؤال مساعدة صح؟ شو الجواب؟ قترائية بطبيعة الحال، بدنا ما بدي شرح. من صفات عضلات أخمص القدم، تتوضع بأربع طبقات وهي عضلات طويلة أوتارها قصيرة. عضلات طويلة أوتارها قصيرة تتوضع بخمس طبقات، العضلات قصيرة وأوتار العضلات طويلة أو كل ما سبق خطأ. أي إجابة هي الصحيحة هون؟ هي سي. وهيك بنكون خلصنا من الأسئلة اللي مرت، الأسئلة الوزارية المتعلقة بالفصل الثالث، والفيديو اللي بعده إن شاء الله حيكون عن الفصل الرابع بشكل كامل. بشوفكم فيه، بتمنى لكم كل التوفيق، وأي حد عنده سؤال دائما جاهز. مع السلامة.